محايلني يشري الغنم. خصها محايلني يشري الغنم. وينو دو يشري؟ ها؟ كاع الرسامة راه عند الناس غادي يلقاو رسموش. ياك. الفنان. الفنان. إيه. دابا شنو غادي يشرا وخرم عليها ولا؟ لا خويا أنا اللي ديتها دابا. أنت اللي ديتيها؟ أنا ديتها 17 قال 200 عطاونا 17. أي. يعني فيها واحد ثلاثة مشريين عاود بوحدهم ما عطاوش فيهم. جيب الله تيسير. غير هادي عطاو فيها 17000 دينا حنا قل 200. عطاوك دابا 17000. عطاو 17000. يجيب الله تيسير. الله يرحمها يدير فيها بارك الله. الله يسمحوا لنا على. ها؟ صاحبك. على صاحبك. على صاحبي. إيه والله حتى تسمح. دابا راه خصني نقدم للمشاهدين شوف. مرحبا. باش نحكموا عليك. باش نحكموا عليك هما. حنا مرحبا نخلصوا. حتى بغاو يحضروا. لا نخلص واحد حضر. لا مرحبا. لي لي على جهدي على طاعتي مرحبا على طاعتي مابقاش دابا ستينا مسكين عرفتي ألف واحد من 5000 مرحبا أنا كنقول مرحبا الفلطة اللي درناها كنعرفوها لا دابا قبيلة سميتو دابا حنا الخرفان تنشريوهم أنت بعتيهم أنا الخرفان بايعهم هكا 20 و400 وداهم البرقوق والبرقوق دابا جالس ليه كيبيع تيبيع هو تي ملي باع لهادوك دابا وجاو النيت ودخلوا كيرشوا واش بالك ما دير وحنا تنشريو دابا انا بعت لك السلعه ودرتي مخرجك وبعتي الغلم اشنو بان لي صافي فشلت صافي ما بقى لي ما ندير وحنا تنشريو عندك انتوما كاتش حنا ربحنا الغنم انتوما ربحتوا كل شيء كاع ربحوا الغنم انت وجواد جاب لي فراغ واني انت الاول واني الفيلم ضيعوا لنا البرقوق اه راه الحافظ هذاك راه ما فيهش غير البرقوق ما فيها باس لو حيت برقوق خصو يدير لنا الطاجين لا لا خصو يدير لنا الطاجين كاع ما تعيش تبارك الله ويجي والله تير لا يخطيك بارك الله الله يخطيك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تبارك الله اللهم بارك اللهم يسلم خلاص تبارك الله عليك هما ديال الاخوان واصله 1020 درهم جمله عاطين 1125 درهم في 20 اسمع مزور يا قضيه كيداير الامور يلاه يحطيك اخويا دابا من ديال تيم حضيت عاد تيم حضيت هادشي تبارك الله الله يسخرك قادر ايوه تيشري الشرفات لا 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 هذيك السرديات اللي تباع الله يسخرك شحال باش هذوك السرديات 17 850 صغارات ولا كبار صغارات 6 رباعيات بعد اللي جمع كاين شي ولاده فيهم ولا مازال مازال وكانت فيهم مازال الله يسخرك وهادي شحال عطاو في هادي خويا زوين عطاو فيها خويا 20 و400 1020 درهم انا 22 عطاونا 22 ونص في 20 في 20 اللهم يسر حطينا 1100 درهم باش قاطعين اللهم يسر هما ديك الاخوان عاطين فيها 1265 درهم 1265 خصها محايل اللي يشري الغنم خصها محايل يشري الغنم وينو دو يشري؟ ها؟ كاع الرسامة راه عند الناس غادي يلقاو رسموش ياك الفنان الفنان ايه دابا شنو غادي يشرا وخرم عليها ولا لا خويا أنا اللي ديتها دابا أنت اللي ديتيها؟ هي ديتها 17 قال 200 عطاونا 17 أي يعني فيها واحد ثلاثة مشريين عاود بوحدهم ما عطاوش فيهم جيب الله تيسير غير هادي عطاو فيها 17000 دينا حنا قال 200 عطاوك دابا 17000 عطاو 17000 يجيب الله تيسير الله يرحمها يدير فيها بارك الله الله يرحمها يدير وسمحوا لنا على ها؟ صاحبك على صاحبك على صاحبي ايه والله حتى تسمح دابا راه خصني نقدم للمشاهدين شوف مرحبا باش نحكموا عليك لا احنا باش نحكموا عليك هما احنا مرحبا نخلصوا حتى بغاو يحضروا لا نخلص واحد لا مرحبا لي لي على جهدي على طاعتي مرحبا على طاعتي مابقاش دابا ستينا مسكين عرفتي 1000 واحد من 5000 مرحبا انا كنقول مرحبا الفلطه اللي درناها كنعرفوها لا دابا قبيله سميتو دابا حنا الخرفان تنشريوهم انت بعتيهم انا الخرفان بايعهم هكا 20 و400 وداهم البرقوق والبرقوق دابا جالس ليه كيبيع تيبيع هو ملي باع لهادوك دابا وجاو النيت ودخلوا كيرشوا واش بالك ما دير وحنا تنشريو دابا انا بعت لك السلعه ودرتي مخرجك وبعتي الغلم اشنو بان لي
صافي فشلت صافي ما بقى لي ما ندير وحنا تنشريو عندك انتوما كاتش حنا ربحنا الغنم انتوما ربحتو كلشي كاع ربحوا الغنم انت وجواد جاب لي فراق واني انت الاول واني الفيلم ضيعوا لنا البرقو برقو راه خصو الحافظ هذاك راه خصو يدير البرقوق انا لا خصو يدير لنا الطاجين كاع ما تعيش راه تبارك الله ويجي والله تير لا يخطيك بارك الله الله يخطيك الله يرحم الوالدين قال لك ديالي صافي لاهي خروف والله ما بغا يتزاقل معاك والله ما بغا يتزاقل معايا انا قلت لك داك خروف انا هضرت معاك ما بغيتيش من الخميس الله يحفظك خويا لا لا يعطيك اخوان المهم الاخوان ني سي عبد القادر راني عند التعريف صراحة كنا تنشريو شي خرفان هو كيما عاودوا وراه باعهم غير باش نعاود القصة ديال الفيلم اللي وقع اليوم وصافي هو كان باعهم حنا تنشريو قطعنا هو ب 21 هو باعهم ب 20 و 400 ألف و 20 درهم باش باعهم قطعوا منا هو ب 21 آخر ثمن قال وما قال لنا الشوار صافي حنا بقينا زدنا 5 دراهم عاوتاني زدنا 10 دراهم شويه قال كامورا داير حتى تعي راسك بغيتيهم ديهم ب 21 ما بغيتيش يطرا الغنم بيع فاش قال لي هكا قلت له صافي الله يربح حنا خدينا الغنم ب 21 يلا انا قلت له الله يربح حضرت تلقى السيد اللي كان تيشري عند هذاك اللي شراها تيشريها ليه بعيد على الغنم وما كانوش معنا ما كانوش واقفين معنا هما راه تفاهموا معاه في القيطون كانوا تيشربوها حتى ولا تفاهموا تما جا نيشان دخل الغنم تيعزل هو ما داش كلشي حنا كنا تنديو عنده كلشي كاينه تقريبا 39 خروف اللي كاين اجمع دمولو المهم غادي نحط لكم الاخوان في الفيديو اللهم يسر الله يسخر الجميع المهم كل ما يدي غير كتاب لي هادشي اللي كاين السوق راه تبارك الله موجود ونتيسع تبارك الله خير موجود وما تدي غير مقسمك الله وما تاكل غير مقسمك الله هذا ما كاين تبارك الله صراحة صورت نشوف هاد النعجات هادو راه تبارك الله يعني النعجة اللي والدها يبدا تدخل دابا هادو غيكونوا كبار تسنى لك اللهم يسر الله يسخر هاو تدخل سيدي المهم صراحة الإخوان يعني السوق راه صعيب شوية ماشي شي ساهلة زعما باش تدخل وتشري في السوق وهادي راه قاصح شوية ماشي فيها بأس الواحد المهم خير في المساعدة كما تنقول يعني صراحة صراحة عبد القادر فاش اش قال لك الحق الحق عندي صافي عاوتاني ما بغيناش نزيروها حنايا لا جينا للقانون ونحضروا لامين راه الغنم تربحات لي انا واقف معاها انا اللي غادي نديها هذاك ما واقفش معاها ما غاديش يديها ولكن كما تيقولوا خير في المساعدة وصافي اللهم يسر تحياتي للجميع الاخوان وصراحة صراحة عاوتاني يعني ما بغينا نهضروا في المنطق دابا غير حيت علاش انا تنزلت على حقي انني صاحب محتوى ضروري غدا مع غدا نجي نصور معاه فهمتيني نبقى في عداوه مع الناس وكذا اللهم كما تيقولوا نسمح حقي يعني بحال قلتي مازال انا يا اصلا مازال عندي الغرض بالكسابه خصني نكسب الثقه ديالهم كاملين يعني ضروري الكسابه اللي بيعوا شري خصك تكسب الثقه ديالك فيه هذا هو ما كاين اللهم يسر